شاء الله. مكفيش مكفيش. هو ده مش بيت الباشمهندس كامل عبد العظيم؟ ايوه. يلزم خدمه؟ حضرتك اخته مش كده؟ ايوه. ست عزه؟ ايوه. انت مين؟ انا حسن، حسن عبد الراضي، كنت زميل باشمهندس في ده. شرفنا. الله يشرف مقدارك. خير؟ خير طبعا. امال ست وفاء فين؟ وفاء وفاء وفاء. سمع كام؟ حضرتك عايزني؟ مستغناش يا فندم. تقول انك انت تعرف جوزي. اللي عرفته انا والبشمهندس كامل كنا زملاء في السجن. يا سلام، يعني احلى ايام قضيناها في السجن انا والبشمهندس كامل. اهلا سلمى. سلمى مش كده؟ ايوه سلمى. اه ما شاء الله ما شاء الله. باشمهندس كامل ما كانش ليه سيره غيركم، بس كان قلقان على عادتكم لوحديكم كده من غير راجل. اصل انا والبشمهندس كنا اكثر من الاخوات، كنا يعني اتنين في اتنين كده. كنا بنحلم باليوم بقى اللي نخرج فيه من السجن ونيجي نعيش سوا هنا، يعني نعيش كلنا، يعني ننزل على الارض ونخضر اصل كان عارف ان انا وحداني ومقطوع من شجره ايه. فتحه على روحه. فتحه يا اختي فتحه. يعني احنا المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ ما انا قلت انا كنت جاي لكم و... يعني ليش حتى وممكن اساعدكم لا انا يعني قبل ما انسى احنا ما نقدرش نقعدك معانا. ست عزه انا وجودي معاكم هنا بالعربي ظروفنا ما تسمحش بوجود راجل غريب هنا عن اذن. يلا يلا.